ارتباط البعض بالحيوانات يصل لمراحل ربما يصعب تخيلها. يكون معها الحيوان رفيق الذكريات والصديق الوفي الذي لا يعرف الخيانة أو الغدر، ومن هنا يصبح الفراق أمراً عسيراً للغاية. لانيا فاخر، أصغر فارسة في إقليم كردستان، انتشر لها أمس مقطع كالنار في الهشيم وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها ورفيقها جاسنو الذي أهداها إياه والدها حينما كانت في سن 5. وعلى مدار 3 سنوات صارت العلاقة بينهما وطيدة للغاية، ما جعل الفراق أمراً قاسياً. لنشاهد. المقطع مشاهدينا أثار حالة من التعاطف والتفاعل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. كانت جاسنو مريضاً خلال الفترة الأخيرة، وبذلت لانيا قصارى جهدها لمساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من تحذيرات الطبيب بعدم الاقتراب منه. وحتى الآن ما زالت لانيا تذهب إلى قبر صديقها وتحمل معها التفاح والسكر كتعبير عن محبتها الكبيرة له وذكرياتها الجميلة معه. لكن القصة لم تنتهي بعد، فقد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بمنح الطفلة العراقية لانيا فاخر مجموعة خيول تعويضاً عن فرسها الذي فقدته، كما أمر بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها لتعليم الشباب وبنات كردستان الفروسية. وهو قرار أثار الإعجاب والتقدير في قلوب الكثيرين حول العالم.